أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية تمسك مملكة البحرين بقيمها الدبلوماسية التاريخية الداعية للتسامح والتعايش السلمي وتعزيزها على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. نعم، سعادة وزير الخارجية أعرب خلال اليوم الدبلوماسي الرمضاني الذي أقامته الوزارة تكريما لأصحاب المعالي والسعداء من السفراء والدبلوماسيين والإداريين المتقاعدين عن شكره وتقديره لجهودهم الوطنية المخلصة في رعاية مصالح الوطن والمواطنين وتمثيلهم المشرف لمملكة البحرين في مختلف المحافل الدبلوماسية الإقليمية والدولية وتأدية واجباتهم بكفاءة وإخلاص وقت في ظروف وتحديات سياسية وأمنية بالغة الأهمية. أكد الزياني اعتزاز مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى بإسهامات رواد العمل الدبلوماسي منذ انطلاقة المسيرة المباركة لعميد الدبلوماسية البحرينية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من 5 عقود، وتواصل إنجازاتها الرائدة بجهود معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية في ظل سياسة خارجية معتدلة. أضاف سعادته أن مملكة البحرين بفضل الدعم الكريم والرؤية الثاقبة لعاهل البلاد المفدى ماضية في تعزيز مكانتها الرفيعة كمنارة حضارية عالمية في التسامح والوئام والعيش المشترك بين الثقافات والحضارات وتوطيد علاقتها الوثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية على أسس من الاحترام المتبادل والشراكة المتينة في حفظ الأمن والسلام ودعم التنمية المستدامة. هذا وقد أعلن وزير الخارجية تأسيس مكتب خاص في وزارة الخارجية لرعاية شؤون المتقاعدين من دبلوماسيين وإداريين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات داخل المملكة وخارجها، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتواصل معهم وإطلاعهم على أنشطة الوزارة وفعالياتها ومواقفها وأخبارها الإعلامية وخططها التطويرية وتلقي آرائهم ومقترحاتهم والاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل الدبلوماسي. يشرفني بداية أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تحظى به وزارة الخارجية من دعم ورعاية ومساندة دائمة لتنفيذ السياسة الخارجية لمملكة البحرين التي تمضي نحو أهدافها السامية بحكمة جلالته المعهودة ورؤيته الثاقبة، حتى أصبحت البحرين في هذا العهد الزاهر منارة حضارية بارزة واحتلت مكانة رفيعة على الساحة الدولية بجهودها وحضورها البناء والفاعل في كافة المحافل الإقليمية والعالمية.